The shops right there next to the ones that are cool. علاش بغيتي تمشي تما؟ Because I want to see what's there. Well, I don't like it. I don't like it. I like it. No, علاش? Why do you like this shop? Because it has my stuff. Oh, I have lots of stuff. Like what? Which kind of stuff do you like? All the stuff. All? Why do you like them? I don't like these things. Because it has a nice note on top. And on the other side of the note, it has a lot of letters on the top. Yes. Yeah. Yeah, I'm sure for Yusuf. Why do you like this shop? Yala, go in. Hi. It has a note on the top and it has another note there. علاش بغيتي هادو؟ علاش؟ Why do you like this shop? No, I don't like this shop. I'm going. No, no, no. I don't like it. لا بنتي يلا ما تدخلش هنا. No, 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 no. What? Why? No, look. السلام عليكم. You see, I'm very really like. Me and my mom are wearing the same clothes. That's it. You like the Moroccan shop? Yeah. Thank you. Welcome anytime. Yeah, you should tell me this is Salah. He's coming from here. Where are you going? Yeah, I'm going to buy something. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا تاني فلوك جديد مع ياسمين وماماها اللي يمكن ما كتشوفوا معنا. مشينا عند البازار المغربي اللي كاين في موسلي رود برمنغهام. صراحة كان واقع واحد الخطأ وداروا واحد البوست على الشيبة, رغم انني عارفة بانه الشيبة ما بقاش وقتها, فهذاك الحب هذاك الوحش مشيت كنجري باش نشري الشيبة. هي للاسف ما لقيتهاش كيف ما سمعتو, عاود ليا بانه كان غير خطا فداك البوست. واخا هكاك زعما وخاص كما نقولوا شقيت, صراحه ما بقاش فيا الحال لانه نتوما شفتوا كيفاش فرحات بنتي فاش وصلت لهذيك البلاصه. فحسيت بواحد الحب واحد الافتخار لانه بنتي زعما عارفه يعني الحوايج ديال المغرب, رغم انها ما قدرتش تقولها يعني ما تعرف تشرح, ولكن يعني ديك الفرحه اللي دارت ملي شافت البازار والفرحه اللي دارت لداخل يعني حسيت بحب يعني وافتخار بزاف. كما كتشوفوا معايا ياسمين شدات السليله ديالها, عطيناها سليله صغيره بدات كتقدا كتاخذ الحليوات وداكشي, وانا درت شوبينغ عاوتاني ديالي, خديت حويجات من تما يعني اللي كنت محتاجاهم. صراحة عجبها الحال, وحتى يعني يوسف صاحب البازار عطاها الوقت بزاف وكان كيهضر معاه, فهي كتموت على هادشي. هذا شوف كي كتمشي وتمختر. Do you know what is this? I don't know what is this. هذا عرفتي شو هو هذا؟ The forte. ها؟ Forte. Forte. How do you know that is forte? Because it has a take. ما فيها فرا تايكاب كاش تايكاب بس تقيل غادي تهرسي. كما شفتوا معايا يعني سولتها واش تعرف شنو هذاك, فجاوبتني بانه هذاك كيصوبوا به اتاي, رغم انني انا هنا في برمنغهام عمرني ما شريت سكر. انا في برمنغهام عمرني ما شريت سكر, كنشري سكر عادي ديال السنيده 2 كيلو وامبا, ما كنشري السكر ديال المغرب. ما عرفتش واش شفتو في دارنا يعني ملي كنا في اسبانيا ولا غير حيت محطوط مع اتاي. قالت يعني قالت اللي كيصوبوا بيا اتاي, وصراحه هذه حاجه زوينه وفرحتني بزاف بانه بنتي عرفت شنو هذاك. كما كتشوفوا معايا الحويجات يعني هذا البازار هذا اي حاجه كتبغيوها كتلقاوها عنده. بغيت نشري لها واحد الكاسكيطه ما كيعجبوهاش هي, عندي وحيده في البيض ما كديرهاش, ف واخا عجبتني ما درتهاش.
وكما كتشوفوا معايا هنايا البازار يعني كما قلت لكم كلشي اللي قلبتوا عليه كتلقاوه. صراحه واحد شنو عندك عمو يوسف داروا جبدي نشوفوا يعني الله يبارك لهم. قلتي لعمو يوسف شكرا في التجاره ديالنا. ما عرفتش واش كلشي كتوقع له مشكل مع جوجل مابس ولا غيانا. دائما كيوقع لي مشاكل، دائما بحال مثلا كيخرج لي باش متى كيقول ليه فيرست اكسيت، ومن بعد ملي كنشوف كنلقاه سيكند ماشي فيرست. بعض المرات كنقول راه ما سمعتش ولا ما فهمتش ولا، ولكن صراحه اليوم تاكدت 100% كيدير بزاف ديال الاخطاء. اليوم كنت دايره موزلي رود ورجعوني عرفت واحد واحد الطريق يعني لا طوبيه ما عندي لا فين ندور لا والو. اين هذا من اليوم قلت ما غنبقاش نستعمله باش نعقل ليه، باش ما كنعقلش على طرقان وشنو غادي نولي ندير. غادي نولي نقل نتبع غير ياسمينة. نو نبقى نتبع غير لافيتات ولا شي كيقول له سينيال باش نعقل على الطريق. هذاك الشيء اللي درت من موزيرو حتى لهنايا بعت غير الطريق غير ياسمينة. واش هذا الشيء ماما هي اللي تقول لك شنو ديري، ماشي انت اللي تقولي لها واش دير. صافي غنبقى نتبع غير البلاكات ونشوف باش نعقل على الطريق. بحال دابا هاد البنات شحال زوينه هذه 18 والله الا فنة. انا اللي تخصني وحده ياسمين على الطريق. المهم انا دخلت شريت تيشرت دبرت على شي حويجات وخرجت. شي سيديات كنت خاصني سيديات بالعربيه. هنا البنات لقينا هذا تما وقلت لياسمينة واش بغيتي تعلمي، سولاته وعطاها مسكين الخاطر وبدا كيعلم فيها واخا يعني ما هي ما عرفاتش. زعما صراحة شوية صعيبة هاد اللعبة هادي، ولكن هي يعني عجبها الحال يعني خدات تجربة جديدة. صافي هنايا عطاتو الحوايج ديالو البنات. هنايا فين كنت قلت لكم في الفيديو اللي كان قبل فين كاين بازار، كاين بازار تما كاين واحد البلاصه كيبيعوا فيها التكاشط. انا ما مشيتش وشفت البنات اللي كاينين تما، كانت فاطمة زهرة من قبل ومعرفتش واش نفس البازار ولا جديد. هنايا البلاصه البنات ولا الدراري اللي بغى شي ادفايس يعني بغى شي معلومه ولا يسول على شي حاجه د الاوراق، بغى يدفع شي حاجه وما عرفش يدفعها، فهمتم راني وريت شرحت لكم البلاصه فين كاينه تما فين كاين خالد. دابا نحاول نحط لكم الصوره ديالو ورقم التليفون ديالو. اي حاجه بغيتوها زعما شي حاجه قانونيه تستشروا معاه. هنايا هاد البلاصه اول مره كندخل ليها، كنت كندوز عليها مع عمري ما دخلت. ملي دخلت اليوم زعما صراحه زوينه ولا العصر ديالهم زوين يعني فريسكو. الثمن كانوا دايرين 95 ولا 94. مينا ديري باي باي مينا. يلا عش الناس. صافي سالينا من كوفنتري رود رود شي شريت لانني في واحد الحرب مع معاك سميتو مع الفار. وهاد اتاي هذا اللي كنت شكرناه لكم زادوا فيه في الثمن حتى هو كنت عارف يكون ما درت والو. هادو خديتهم فري من شاريتي شوب هي مسلمين. هنا لا خديت شويه ديال الصبر هنا هنا ضربنا دورو وراه حنا غاديين وغادي ندير لكم فيديو خفيف ديال هذا البلوك هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وكما دائما كنقول لكم ياسمين واش كنقولوا للمشاهدين ديالنا سبسكرايب اند وات مور. ياسمين راه هي مع جيلاتين ديالها. يلا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم. Bye.